بسم الله الرحمن الرحيم. وللمرة الثالثة هنا في هذه المنطقة نجد رفاة هذا الشهيد في هذه الشعاب، هذه الشعبة والتي أخذ الماء رفاته ولم يبقى إلا هذه البقايا من رفاة شهيد معركة زكار، معركة زكار التاريخية التي قدمت 72 شهيد في هذه المنطقة الطيبة، وسقى الشهداء هذه الأرض الطيبة بدمائهم الزكية الطاهرة. هنا يدفن رفاة هذا الشهيد في هذه الشعاب. تابعوا وشاهدوا بأعينكم رفاة الشهداء الأبرار، شهداء الجزائر، شهداء بلد المليون والنصف مليون من الشهداء. رحم الله شهداءنا الأبرار.